على أرضية الميدان بالتوازي مع انطلاقاتنا في مساء هذه الليلة، تشهد ويشهد أرضية ميدان البصير أشواط اللقاية لهجن أبناء القبائل. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين هنا وهناك في مساء الجمعة. هكذا مشاهدينا الأعزاء، بسم الله وعلى بركة الله، تعطى إشارة البدء والانطلاق لهذا الشوط الأول الرئيسي، شوط مفتوح لسن اللقاية لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. تنطلق هذه السباقات بالأوامر الكريمة والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. وتنطلق هذه السباقات أيضا بالمتابعة والتنظيم المميز من إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. أيها الأعزاء، هذا هو شوط نخبة النخبة للقاية في مساء هذا اليوم، للقاية البكار في آخر المحطات الاستعدادية والتمهيدية لهذا الاستعداد الذي يسبق مهرجان المؤسس، مهرجان الذهب لهذا السن، الرموز الذهبية التي يفصلنا عنها ما يقارب الأقل من شهر تقريبا. نتمنى لهم جميعا التوفيق، لأبناء القبائل وملاكها ومضمرينها، ولهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ ملاكا ومضمرين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول العقربية تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، يضمرها الصارم محمد بن برقان بن مقارح. تليها في المركز الثاني بحرية لهجن الغرافة، نضمر سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم من أقصى اليمين وتتسلل مهمة لهجن الشقب، يضمرها سالم بن جابر بن جبران. دور المركز الرابع وصلت وتقدمت في هذه الأثناء، تصل الواعية لهجن الشحانية، يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس عند الشعار الغرفاوي مع شعار هجن الغرافة، تصل جبارة لهجن الغرافة، يضمرها سعيد بن راشد الزعبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في هذا الشوط المفتوح، الشوط الذي تزينه هذه الشعارات، شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، من أشرس وأقوى الشعارات المتواجدة الليلة بل في هذا الموسم، وشعار هجن الشحانية شعار مؤسسة هجن الشحانية الأدعم، والشعار الغرفاوي ذو القاعدة الجماهيرية الكبيرة، وشعار هجن الشقب من اقتحم من منتصف الموسم الماضي هذه الأشواط والمنافسات. الله، يا سلام، هجن المرخية تصل أيضا، تصل على مقربة من المركز الخامس. شوط رئيسي، ليلة تاريخية، تتشكل وتتنوع وتتعدد الشعارات، والناموس واحد، تتعدد الشعارات والفوز والناموس واحد. كل هذه المؤسسات وهذه الشعارات تسعى وتبحث عن اختطاف هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط حضرت فيه الأسماء، حضرت فيه اللقاية في هذا الملتقى الكبير الذي يسبق مهرجان المؤسس. الله، هالعين خالد يبغون سلام يا الصارم، عودتهم على السلامات مع عزف العام الماضي ومع اسطنبول ومع غيرها من الأسماء التي صالت وجالت على مع هذا الشعار على ظهور الأصايل والسبق. الله، ارصد يا راصد، ارصد يا مخرجنا العزيز علي أبو شارب ومحمد بن بخيت، شوفوا لي رقم واحد، شوفوا هجن المرخية وحربة من تتقدم لتتربع على عرش وعلى رأس حربة هذا الشوط. هجن المرخية قادمة، يضمرها جابر بن علي بن سالم بن عامر العمري. روحي العمري، روح روحي العمري. مع هذه اللحظات الحاسمة انطلقت حربة من هجن المرخية. بينما المركز الثاني العقربية على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، المضمر محمد بن برقان. المركز الرابع هجن الشقب تتقدم بمستواها الممتاز، نفله يا نفله يا نفله، نفله تتقدم مع المركز الرابع، يضمرها سالم بن جابر بن جبران أحد كبار المضمرين، أحد فطاحلة التضمير بو جابر. ننتقل إلى المركز الخامس وهجن الغرافة تتقدم مع بحر
البحرية لهجن الغرافة مضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي من خطف مع ليالي الشوط الأول الرئيسي للحقائق في مساء هذا المحل السادس في يوم الأربعاء الماضي قبل يومين. الله يا حربة، الله يا حربة، نفلة قادمة، نفلة قادمة ترفع راية التهديد. هجن المرخية ولا هجن الشقب ولا هجن الغرافة ولا هجن سعادة الشيخ عبد العزيز ممثلا لعين خالد دائما في المنافسات. الله، كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين، كيلو ونصف الكيلو يا جماهيرنا الأعزاء. حربة ونفلة، حربة ونفلة، معركة الشوط الأول الرئيسي للقاية، 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 يا هل اللقاية، يا هل البكار، يا هل اللقاية. أين سيتجه الشوط الأول؟ أين سيذهب ناموسه؟ يا سلوم، هجن الشقب بتضمير بن جبران، وهجن المرخية بتضمير جابر العمري. الكيلو متر الأخير يا مضمرين، يبدو بأن الأمور حسمت ما بين هذين الاسمين، نفلة وأيضا حربة، نفلة وحربة. هجن الشاقب تتسلل في هذه اللحظات، تتقدم. يا سلوم، يا بن جبران، يا بن جبران، يثبت بأنه أحد أخبر أيضا، أحد أخطر المضمرين وأحد فطاحلة التضمير وأشرسهم بالفعل. هجن الشقب تخطف مشاهدينا الأعزاء الشوط الأول الرئيسي مع نفلة ما حرك أبدا، الآلي ساكن ومثبت، انطلاقها تلقائي وفوزها تلقائي. 600 متر، الله، هجن الشقب كعادتها دائما تقدم لنا نفلة في أقوى أشواط البكار، أقوى أشواط اللقاية في هذا المحلي السادس. جاهزين للمؤسس، جاهزين للشقب وأيضا وغيرهم من المضمرين، ولكن استعدادهم جيد يطمئن جماهير هذا الشعار، شعار هجن الشقب ومالكها. تهانينا والناموس على الهواء مباشرة نزفها لمالك هجن الشقب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. تهانينا والناموس أيضا للمضمر سالم بن جابر بن جبران. نفلة، نفلة تحسم مشاهدين الأعزاء الشوط الرئيسي، بينما هجن الشحانية تهاجم مع طلعة في المركز الثاني. نفلة وطلعة، نفلة وطلعة، نفلة وطلعة، نفلة، نفلة، طلعة، 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 نفلة. يا سلوم، نفلة تنتزع الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس سلام، يا نفلة سلام. تهانينا لهجن الشاقب وللمضمر سالم بن جابر بن جبران المركز الثاني. طلع لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية المركز الثالث. حربة لهجن المرخية مع جابر بن علي العمري المركز الرابع. المركز الرابع جماهير من هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصلت ذكريات لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني مع المضمر جابر بن علي بن جرحب. تهانينا والناموس لكل الفائزين. وهجن الشقب تثبت بأنها الأقوى، بأنها الأجدر، بأنها على جاهزية تامة في مساء هذا اليوم مع كل هذه الشعارات تخطف هذا الشوط الأول الرئيسي. وننتظر توقيت ممتاز يا علي، علي أبو شارب، ننتظر توقيت مميز بالفعل يسجل في مساء هذا اليوم، يمكن أفضل توقيت في صباح ومساء هذا اليوم. وما زلنا في بداية أشواطنا المسائية، 7 دقائق 31 ثانية، 18 جزء من الثانية. اليوم يسجل هذا التوقيت في الفترة الصباحية، أفضل توقيت في الفترة الصباحية وفي أول أشواطنا المسائية. ما زلنا وما زالت الأشواط مبكرة على الحكم على أفضل توقيت. المركز الثاني وصلت فيه طلعة، 7 دقائق 31 ثانية، 37 جزء من الثانية. ثاني ناموس لهجن الشقب ولمالكها سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وللمضمر سالم بن جابر بن جبران. المركز الثاني طلعة تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المشاقب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت في حربة، قطعت المسافة في 7 دقائق 34 ثانية، 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز حربة بالمركز الثالث لهجن المرخية، والتهاني لمالك هجن المرخية وللمضمر جابر بن علي بن سالم العمري. تتواصل